وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الباحث والأكاديمي المختص بشؤون المياه والأنهار السيد هيثم الخزعلي. أهلا ومرحبا بك. بداية، المرصد العراقي يقول إن كارثة في البصرة ضحيتها 7000 شخص أصيبوا بالتسمم نتيجة الماء الملوث، لماذا تتزايد الأعداد برأيكم ولا تنقص؟ طبعا ابتداء مرحبا بكم بقناتكم الكريمه ومستمعيكم الكرام. حياك الله. في البصره حالات التلوث وصلت الى 6000 وبعض التقارير تشير الى 12000 مصاب بحاله تسمم. الحقيقه كل هذا بسبب تلوث المياه ونقص المياه وتمدد اللسان الملحي الى داخل مياه شرق العرب. كان هناك تقصير حكومي واضح منذ 2012، كان هناك مشروع لمد مياه تحليه من الشقعة الى البصره وكان نسبه الانجاز 40%، الا ان الحكومه تلكأت ولم تكمل هذا المشروع وبالتالي وضعت البصره في موضع حرج، وحتى بعد التظاهرات والوعود التي اطلقتها الحكومه لم يتم انجاز اي شيء من الخدمات لحد الان. طيب، يعني لماذا لم تتحرك الحكومة والأعداد تتزايد؟ ما التدابير التي كان من الواجب أن تتخذ لعدم تفاقم الأوضاع برأيكم؟ طبعا كان هناك العديد من التدابير، من الممكن أن تستورد محطات تحلية جاهزة وتنصب على مياه شط العرب وحتى على الخليج العربي وتم تحلية المياه وضخها إلى البصرة مباشرة مشروع الشطر البصرة الذي يغذي كل محافظة البصرة بمياه حلوة، ولابد أن تكون هناك سد لشط العرب لمنع تدفق مياه الخليج المالح إلى شط العرب. كل هذه الإجراءات كان بإمكان الحكومة أن تقوم بها إلا أنها لم تقم بشيء. مدير ناحية صفوان يقول أن 32 محطة تحلية جاهزة للخدمة لكنها متروكة في المخازن بسبب عدم قدرة الكوادر لتشغيلها، لماذا تترك المحطات حتى وصلت المحافظة لكارثة حقيقية؟ طبعا هذا الكلام غير دقيق، يوجد في العراق العديد من المحطات التحلية، فقط في كربلاء 46 محطة تحلية وهي تابعة للعتبة الحسينية وتوجد كوادر فيها كذا محطات. أعتقد أن الحكومة تحاول تلكه بهذا المشروع وحتى مشروع الشطرة تعاقل بسبب حالات فساد، وهناك العديد من الدول التي ليس من مصلحتها أن تكون البصرة مركز تجاري، وأتصور أن هناك تعمد بإيذاء هذه البصرة من بعض الموظفين المتواطئين مع جهات خارجية. نعم، نص ما قاله السيد طالب خليل الحصونة مدير ناحية صفوان أن 32 محطة تحلية جاهزة للخدمة متوزعة على أغلب مناطق البصرة أعطيت إلى العراق منذ عام 2006 إلى 2011 من قبل الدول المانحة لكن لم تشغل بسبب عدم قدرة كوادر المحافظة على تشغيلها وإدخالها للخدمة. إذا من صاحب قرار تشغيل هذه المحطات ولماذا لا تشغل؟ يا اخي العزيز، العراقيون اثناء القتال مع تنظيم داعش الارهابي قاموا بتصنيع اسلحه متطوره وتصنيع سيارات طائرات مسيره، وكان لديهم العديد من الابتكارات. العراق مليء بالعلماء من موضوع تشغيل محطات تحليه مياه، لا اعتقد انه امر معقد، موجود في كربلاء وحتى في البصره 3 محطات تعمل، اعتقد ان الكوادر متوفره، لا توجد هناك. اذا من صاحب القرار؟ من صاحب القرار اذا؟ طبعا القرار للحكومه المحليه وحكومه بغداد هي المسؤوله عن هذا الامر، وبالتالي تلكؤه متعمد بالنسبه لهذه البصره. الباحث والاكاديمي المختص في شؤون المياه والانهار السيد هيثم الخزعلي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.